السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30، الباقي نصف ساعة. نعم، هيا ننتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30، الباقي نصف ساعة. نعم، هيا ننتظر. شكرا على حسن مشاهدتكم أيها المشاهدون الكرام، ولا تنسى فور لايك، كومنت، شير وسبسكرايب هذه القناة لكي تزدهر هذه القناة لعل مستفادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.